السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغرب التعبيرات: بند رولز نمبر وان، بند رولز. معروف أن بند يعني يثني، رولز يعني قوانين. بند رولز معناها يحاول التحايل على اللوائح، يحاول التحايل على القوانين. نمبر تو، إز أ تشيكن. chicken عن دجاجة. he is a chicken معناها شخص جبان، شخص جبان. backfire نتائج عكسية. انه طايم في لمح البصر، انه طايم في لمح البصر. hen party، هن بارتي حفل للسيدات. chicken feed يدخل دخل قليل، chicken feed يحقق أجر ضئيل، chicken feed. soulmate توأم الروح، معروفة دي soulmate. change horses، change يغير، horses يعني أحصنة. طيب المعنى الغير مباشر لها بقى إيه؟ change horses يغير خططه. from hand to mouth معناها جميل قوي، اللي جاي على قد الرايح. from hand to mouth. number 10 at the drop of a hat. at the drop في وقعة القبعة. طيب معناها ايه؟ ما هي كده الترجمة الحرفية لها، at the top of a hat معناها في التو او في الحال، في الحال حالا. at the drop of a hat. bird brain، bird يعني طائر طبعا، وbrain يعني عقل او مخ. bird brain عقل خفيف. bird brain. Mr. Know It All معناها شخص يدعي معرفة كل شيء. Mr. Know It All. To make eyes يغازل بنت مثلا. To make eyes. A buzzword word يعني كلمة، a buzzword يعني كلمة منتشرة بشكل ايه كبير بين الايه الشباب مثلا، زي مثلا كلمة يا معلم او مش عارف. ها a buzzword. to cock one's goose يدمر حياة شخص ما. to cock one's goose. to press the issue يصر على فتح موضوع معين. to press the issue. top banana الممثل او الايه اللي ظهر قوي في العرض، الممثل الاول في العرض او النجم الاول في ايه في العرض، وخاصه لما يبقى عرض كوميدي. top banana their marriage is on the rocks. زواجهم is on the rocks على الصخور، يعني زواج غير ناجح. their marriage is on the rocks. جميلة التعبيرات دي. اوكي، goodbye and good luck.